تأخيل إنها الكذبة وحابة أخلص منها. لهلأ نايمين؟ بابا صح النوم. طلع البابا هون، ليش ما فيقتينا؟ أنت مو معقولة أبدا. شوفي منار، تركينا من ما بعد إيك. أوعك تعملي عقلة وتحكي الحقيقة، سامعة؟ صباح الخير للأمامير. شغلة الانتخابات ماشية. قلت لحالي خليني أشوف بناتي قبل ما سافر لأنقرة. عن جد بابا، هي أخبار بتجنن. أكيد يعني بابا ممكن يختاروك أول واحد. بفضل أبوه للسيد سمير ممكن أوصل للوزارة كمان. الفطور جاهز، تفضل وقعدوا. شو أموركم منيحة مع سمير؟ والله سمير ما عم يترك اختي دقيقة بابا. بس منار خانم تركي مسافة. مزبوط. إذا سمير ما كان كتير كتير جدي بنواياه العاطفية، لشو تعميق العلاقة؟ نجاتي سكر لي هالموضوع هلأ. ليه؟ عم نحكي بالمستقبل. لما بتخلص جامعة بتلاقي مركز منتظرة بشركتي. منار ما أكلتي؟ مالي نفس بابا، بدي جهز أغراضي. عراحتك. وانتو راح افتح لكم شركة محاماة. برافو برافو لبناتي أنا. ولا واحدة فيكم صارت مثل بنات هالأيام.